والله تبكين وتندمين انت اذا اللي انا عندي انا الكلام اللي قاعد تقوله البنت هذه تقول ان هي ابوها كانت في 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 حياته وكانت تتحسب عليه وانها ندمت وبعد ما مات يعني الايام هذه اللي راحت كلها تمنت انها كانت حياه طيبه هو توفى يعني الاب يموت وحياته كلها ديون لابنائه عشان ليش يسترهم وياخذ لهم بيت وياخذ لهم كل حاجه والبعض ما يعلم انت ما سويت لنا حاجه. بعض الابناء قليل ادب قليل حياء لكن قسما بالله العلي العظيم راح تشوفها اذا كبرت. الابن يحترم ابوه يحترم امه وكان ابوهما صالحا طلع لهم كنوز من الارض بسبب انه الاب صالح والابناء صالحين. اما يجي واحد يحرج ابوه بعض البنات تروح تحرج امها. بعضهم ما يحرص. شفتي أبوك بعضهم تقول والله كنت تحسبا على أبويا حسبي الله ونعم الوكيل. هو سبب بعد الله وتوفيق من الله أنت موجودة في الدنيا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس إيش لك به علم فلا تكحي وإن جاه بس صاحبهما في الدنيا معروف. يحرص الواحد هذا اللي يسوي قوي على أبوه قوي على أمه قوي على أخواته. أقسم بالله أنك يدوسونك في الحارة يدوسونك حتى أنك في المجلس مهان. أي واحد يعق أبوه وأمه مهان في الحارة مهان في الشارع مهان حتى بالاستراحة تخسر فنجي بس مسوي ذيب في البيت. يجي يا طبعا أحد يكلمني ترى دماغي مشغولة لا أحد يقروشني والله تنذل قسم بالله تذلك والله اني ذلك الله والله العظيم. ليش؟ لانك كل ما سويت اشكاليه او عقيت في والديك والله انت تذل. بعضهم يجيك ياخذ يهدد ابوه لو ما اعطيتني سويت. قليل ادب قليل حياء. ليش ما تعطيني؟ والله لا اسوي. والله يا حبيبي لا يدعي عليك ابوك. ترى لو دعا ابويا وامك أبانا وأمهاتنا آسف لو دعوا علينا ترى أهلكنا من زمان لكن ترى ما يدعون. فحرص أنك تأخذ لك دعوة طيبة توفقك. ليش أنت مسوي إشكاليات تذل؟ أول ما تعق والدينك أول ما ترفع خشمك تنذل برا. اسمع ذي وحطها حلق في إذنك وحطها بين عيونك. إذا أتاك والديك تكلفا تعرف معنى تكلفا؟ على استحياء. إذا أتوك تكلفا يدقون باب الغرفة يا فلانة تعالي اطلعي عندنا الضيوف يا فلانة تعالي ساعديني عشان أنا تعبانة أنا أمك يا ولدي روح شوف السطح يا ولدي روح شوف العامل. إذا أتوك تكلفا فهذا عقوق راجع حساباتك. إذا أمك تخاف منك إذا جت تتكلم معك هذا عقوق. إذا أبوك جاك تكلف ويبغاك باستحياء فهذا عقوق. يا ابويا انا امون على ابويا ماي فريند ماي برو ماي برو ماي برو. لا هذه ما تجي كولندايزر ما تجي كذا. ابويا اشم ريحه رجلك. امي اشم ريحه رجلك يا لب ريحتها. بكره تنتهي الدنيا يا جماعه الخير. والله انغادر والله. ايش تستوي الحياه معك؟ ايش الشيء اللي انت بتسويه؟ ايش بتقدم له؟ تسوي بير؟ والله تبكي اذا شفت سجادتها. والله تبكي اذا شفت شماغ ابوك ولا شفت سيارته. والله تبكي اذا شفت المكان اللي كان يجلس فيه وكان يتابع معك ويسولف معك. والله تبكين وتندمين انت اذا